صباح الخير واهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وتغطيتنا اليوميه المعتاده طبعا يعني يوم جديد وبنبداه مع حضراتكم بابرز الترندز المتصدره للمشهد. الحقيقه انه يمكن اخبار الفن والرياضه بتكون ممكن نقول ابرز الاخبار اللي بيهتم بيها المصريين وبيبحثوا عن تفاصيلها بشكل مستمر. على جوجل متصدر اسم فرح الديباني بشكل واضح جدا، والحقيقه انها مطربه الاوبرا المصريه واللي قبل يديها في أواخر إبريل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. امبارح ظهرت فرح الديباني في لقاء تلفزيوني وقالت خلاله العديد يمكن من التصريحات، فحكت فيها أيضا كواليس لقائها بالرئيس ماكرون، وغنت أيضا النشيد الفرنسي وسط يعني حشد من أنصار الرئيس المنتخب. طبعا يعني كانت بتحكي وبتقول إن ده كمان كان بحضوره وبحضور زوجته سيدة فرنسا الأولى، وما أن أنهت غنائها حتى يعني تقرب منها ماكرون وصافحها وقبل يدها. الحقيقة كمان قالت فرح الديباني في تصريحاتها إن الفنانة الراحلة شادية هي مثلها الأعلى، وبتشوف كمان إنها فنانة متكاملة وقمر وبتمثل وبتغني، وقالت كمان إنه صوت أسمهان بتحبه جداً. كمان الحقيقه عبرت السوبرانو فرح الديباني عن فرحتها الكبيره لمشاركتها في حفل تنصيب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، واكدت انه هذا الامر يعني خلاها تشعر بالفخر والسعاده البالغه. اضافت انها بتشتغل في باريس من 6 سنوات وغنت في اوبرا باريس، وانها كمان بتحرص على العمل، بتقول اعمل بجد وجهد كبير في فرنسا رغم ان جنسيتها مصريه. كمان قالت فرح الديباني انه غناء النشيد الوطني الفرنسي امر لم يحدث من قبل لاي مصري، وكمان ما كانش مخطط ليه منذ وقت كبير، وانها تلقت الكثير من رسائل التهنئه على الحفل، حفل التنصيب بالتاكيد. كمان خلوني اقول لحضراتكم انها حكت كواليس لقاء رئيس ماكرون بها، وقالت انه كان متأثر بشدة بعد الحفل نظرا لسعادته الغامرة بالفوز بالانتخابات، وكمان قالت انه ماكرون قال لها شكرا انك وافقتي وتكرمتي تيجي الحفل، وانه كان رايح يركب العربية هو ومدام ماكرون فطلب وقال عاوز فرح اسلم عليها واشكرها، وشكرها جدا وكان متأثر وفرحان بشكل كبير جدا. كمان الحقيقه فرح اتكلمت عن المنافسه في اوبرا فرنسا، ووصفتها بانها قاتله نظرا لان جميع الموسيقيين في العالم بيرغبون في الذهاب لاوبرا باريس، وانها بتعد من اهم الاوبرات في العالم، وهي يعني اوبرا عريقه لها تاريخ وافضل المغنيين يعني بيشيدون باغانيهم من هناك، كما انها ايضا يعني الحقيقه بتضم واحد من افضل فرق الاوركسترا في العالم وافضل فرق الباليه. أما عن أحلامها قالت أنها بترغب في تجسيد دور ملكة مصر في أوبرا عايدة، لافتة أنها بتعمل في باريس من 6 سنين، وكمان الحقيقة يعني أنها بتأكيد تصريحات جميلة واسم مصري الجميع بيفخر بيه في جميع الأوقات، يعني شيء مشرف وحاجة تفرح حقيقي لما نتكلم عنها ونذكرها، واكيد اي حد يعني ممكن يسمع الكلام ده هيحس بسعاده وفرحه كبيره جدا وفخر كمان. خلونا بقى نروح لترند اخر، وهو رياضي متعلق باسره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. خلوني اقول لحضراتكم انه بالامس كشفت جورجيانا رودريجيز صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اسم مولودتها الجديده اللي جاءت يعني في ظروف مؤلمه بسبب وفاه شقيقها التوام اثناء الولاده. كانت جورجيانا صديقه رونالدو، خلوني اقول لحضراتكم انها كانت حامل في توام، ولكن احدهما توفى اثناء الولاده قبل حوالي 20 يوم، ونشرت صورة للطفلة وهي مبتسمة في سريرها على حسابها على انستجرام، وكمان كشفت ان اسمها بيلا ازميرالدا. نالت الحقيقة الصورة اكتر من 2 مليون اعجاب في ساعة واحدة بس، 2 مليون لايكس على الصورة في غضون ساعة واحدة، بدأ يعني الكثير من متابعيهم يسألوا عن معنى الاسم، فقالت انه بيعني اسم بيلا ازميرالدا الزمردة الجميلة. فكلمة بيلا بتعني الجميلة في طبعا يعني لغات عدة منها الإسباني والإيطالي وكمان البرتغالي، أما إزميرالدا فبتعني حجر الزمرد باللغة الإسبانية.
كمان خلوني اقول لكم انه رونالدو نشر صورة مع ابنته، وكمان الكلام ده كان قبل ايام، وعلق عليها وكتب حب للابد. طبعا في 18 ابريل الماضي تعرضت عائلة رونالدو لصدمة لما توفى احد توأمي حديثي الولادة، وكتب وقتها على تويتر: ببالغ الحزن نعلن وفاة رضيعنا، انه اكبر ألم يمكن ان يشعر به اي والد. تابع كمان وقال: فقط ولادة طفلتنا بتمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة. كمان استطرد في كلامه وقال: نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين. يعني دي كانت أبرز الترندز اللي تصدرت المشهد في الساعات الماضية. بالتأكيد دوما بنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل والمستجدات من تلفزيون اليوم السابع، وأشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء.